ميدالية ملونة واحدة فقط في سجل العراق الأولمبي منذ العام 1960 منذ أولمبياد روم. ظروف البلاد المتأرجحة بين الصحية والاقتصادية. مشاركة الوفد العراقي في دور الأولمبية في طوكيو هي تحصيل حاصل. هناك مشكلة بعدم استقرار الاتحادات واللجنة الأولمبية، وأيضا غياب المال عن الاتحاد الوطني واللجنة الأولمبية أثر الشيء الكثير في تأهيل رياضيين. هناك نشاطات للجنة الأولمبية والاتحاد الوطني، منها السنة القادمة أنه هناك الدورة الآسيوية التي تقام في شهر 9 في الصين، وأيضا مرورا إلى الدورة الأولمبية في باريس 2024. كسب شرف المشاركة وإثبات الوجود والاستفادة من المحاولة برغم المعاناة أهم ما يصبو إليه الرياضيون العراقيون المشاركون. في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد، تنافسنا ويا معظم أبطال آسيا اللي موجودين اللي هم ترشحوا للألعاب الأولمبية، وتفوقنا على أغلب الدول الآسيوية باستثناء دولة أو دولتين. يعني أنا فخورة مثلت بلدي بأكثر من محفل دولي ومثلت محافظتي محافظة ميسان. هاي المشاركة شاركتها حلم كل رياضي، وتضيف للرياضة هواي أشياء. يعني عدينا إعداد كلش جيد، يعني كان حلمنا أنا مدرب نوصل للأولمبياد، والحمد لله وشكرا أنا وصلت. تحدينا كورونا وتحدينا يعني أيام الصعبة والبرد والحار. إذا طويت صفحة مشاركة الوفد العراقي في أولمبياد طوكيو بما لها وما عليها، لتفتح صفحات أخرى تحمل عناوين كبيرة لعل أبرزها تطبيق مشروع البطل الأولمبي ودعمه بشكل حقيقي على أرض الواقع. لبرنامج بيت للكل، عبد الصمد كاظم، بغداد.